أشبية المشبوب وزينية المحبوب عند النساء والرجال محبوب، إلا قعدت نغويهم وإلا وقفت نسبيهم وإلا مشيت نديلهم العقل ونخليهم قبول وجلب الأنظار وجلب المعجبين، فين ما مشيتي تباني انتي هي النجمة المضوية وبمكون بسيط بزاف بزاف. تبعوا معايا البنات الفيديو من الأول حتى الأخير، وما تنساوش ديروا لايك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ أموركم مزيانة؟ صحيحتكم لاباس؟ تنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وتكونوا في أحسن الأحوال يا رب. معكم كيف العادة البنات أختكم وحبيبتكم ربيعة في فيديو جديد، كيف ما تعودتوا معايا دائما تنجيب لكم الجديد والمفيد ديال الوصفات. وقبل ما نبدأ الوصفة ديال اليوم، بالنسبة للبنات اللي مازال ما اشتركوش في قناتي الثانية، الرابط ديالها موجود في صندوق الوصف وغتلقاوه في أول تعليق، والاسم ديال القناة ربيعة الحسناوية. فإلا جات على خاطركم ديروا اشتراك وتفعلوا الجرس، وأنا متأكدة أن القناة عتعجبكم وعتستافدوا منها بزاف بزاف. وبلا ما نطول عليكم البنات، الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غيكون عباره على قبول واعر، قبول مطرطق بالشبه بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش الزهر مع الرجال واللي ما تديوهاش فيهم الرجال. هاد الخدمه هادي عديريها ملي تكوني خارجه. بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش الحظ مع الناس بصفه عامه، هاد القبول هذا ماشي بالضروره مع الرجال ولكن بصفه عامه، تيدار فقط ملي تكوني خارجه، سواء كنتي غاده لشي مناسبه او غتلاقي مع شخص معين او غتقضي شي غرض عند شي حد غادي يقضي لك غرضك بالزربه. المهم اي بلاصه فيها الناس وبغيتي تجلبي الانظار وتجلبي الاعجاب ديالهم عطبقي هاد الوصفه. كنت درت هاد الايام البنات قبول ديال الهباله اللي كنتو شفتو، ولكن كاين شي بنات اللي في الدول العربيه ما لقاوش الهباله، فهادي ساهله هاد الوصفه هادي غير بالشبه، والشبه موجوده في اي بلاد، ما عليكم غير طبقوا هاد الوصفه اللي غنزل لكم. فشنو تنحتاجوا البنات لوصفتنا ديال اليوم؟ تنحتاجوا طرف ديال الشبه، شبه بيضاء عاديه، الشبه البنات كلشي تعرفها، الشب الابيض. تتاخذوا هاد الشبه هادي، شنو اول حاجه تنديروها؟ تتاخذوا طرف يكون شويه كبير ما يكونش صغير بزاف، تتاخذوا طرف كبير شويه وتتجيبوا هذاك القاغيط الحرش البنات، وتتحاولوا تنجروا هاد الطرف ديال الشبه، تحكوه باش تيولي رطب شي شويه، تيرطب باش ما كيبقاش هكا خاشن تيجرح. تاخذوا داك القاغيط الحرش وتتنجروه مزيان، تتحكوه مزيان بالقاغيط الحرش حتى تيولي رطب، تيولي بحال شي صابونيه، فهم عليا البنات؟ تتحكوه مزيان. قاغيط الحرش راه موجود تيتباع عند الدروغري، غادي تاخذوا طرف وتحكوا هاد الوجه ديال الشبه، مفهوم عليا البنات؟ بعد ما تنحكوا هاد الطرف ديال الشبه هذا، هاد الشبه خصها تبقى عندكم البنات وقت اللي احتاجيتو ليها غادي ديروا بها الوصفه، حتى تبقى عندكم دائما، ماشي كتخدموا بها الوصفه غير مره واحده. المهم شنو تديروا البنات؟ هاد الشبه هادي ملي تتبغيو تخرجوا، ملي تتبغيو تمشيو لشي غرض، ملي تتبغيو تلاقاو شي حد، ملي كتكون شي مناسبه وكتبغيو تبانوا مضويات ومنورات، اي بلاصه بغيتو يكون عندكم فيها الاعجاب ويكون عندكم فيها القبول، كتاخذوا هاد الشبه هادي اللي نجرتو تتغطسوها في شويه ديال الماء او شويه ديال المزهر وتتدوزوها على وجهكم غير بشويه البنات، تدوزوها على وجهكم، تدوزوها على وجهكم البنات، وانتم تتقراو هاد القرايه هادي. بالنسبه للبنات اللي تيديروا الماكياج غديروها هي الاولى الوصفه وعاد غديروا فوقها الماكياج. البنات اللي ما تيديروش الماكياج غدوزوها على وجهكم وتقراو القرايه وغادي تخرجوا. شنو هي القرايه البنات؟ القرايه اللي تنقولوا اشبي يا المشبوب وزيني يا المحبوب عند النساء والرجال محبوب، الا قعدت نغويهم وإلا وقفت نسبيهم وإلا مشيت نديلهم العقل ونخليهم، بقول الله وبقول الرسول يسمع مني هذا القول.
هذه هي القرايه البنات اللي تتقراو وانتوما تتدوزوا هاد الحجره ديال الشبه على الوجه ديالكم، تتقراوها 7 ديال المرات هاد القرايه هذه، مفهوم عليا البنات؟ تدوزوا على الجبهه ديالكم، على حناكم، على تدوزوا على الوجه ديالكم كامل بشويه، ثم تدوزوا بشويه، تديروها في الاول في شويه ديال الماء او شويه مزهر وصافي، وكتبداو دوزوا نتوما تتقراو، تتغطسوها غير مره واحده البنات في الماء ولا في مزهر، ومن بعد كتبداو دوزوا نتوما تتقراو هاد القرايه هادي، غنخليها لكم في صندوق الوصف. تقولوا أشبي المشبوب وزينية المحبوب عند النساء والرجال محبوب، إلا قعدت نغويهم وإلا وقفت نسبيهم وإلا مشيت ندي لهم العقل ونخليهم، بقول الله بقول الرسول اسمع مني هذا القول. صافي البنات، هذه هي القراية اللي كتقولوا 7 ديال المرات صافي، وتتخرجوا تتمشيوا للغرض ديالكم البنات، اي حاجه، طالب عند شي حد، مناسبه، تلاقاو مع شي حد اول مره، او واخا تكونوا كتلاقاوه دائما وبغيتوا تثيروا الاعجاب ديالو، المهم نتوما راكم عارفين وقتاش غادي تستعملوها. قبول واعر، قبول مطرطق وزهر وحظ مع جميع الناس، ماشي غير مع الرجال البنات، هذا القبول هذا راه حتى مع العيالات، مع النساء ومع الرجال والناس كاملين بصفه عامه. وهاد الحجره ديال الشبه البنات غادا تبقى عندكم، ما غاديش ديروا بها الوصفه مره واحده وصافي، غتبقى عندكم دائما وقت اللي كنتو خارجين او وقت اللي عندكم الغراض غادي تاخدوها وديروا الوصفه بنفس الطريقه، مفهوم عليا البنات؟ ما تستغناوش عليها هاد الحجره هادي، غادي تقادوها وتنجروها مزيان وتبقاو تخدموا بها دائما هاد القبول هذا فين ما تكونوا خارجين او تلاقاو مع شي حد، غادي نطبقوا الوصفه بنفس الطريقه اللي نزلت لكم، مفهوم عليا البنات؟ وهذه هي الوصفه، تنتمنى انكم ديروها بالطريقه الصحيحه ديالها. بالنسبه للقرايه غنخليها لكم في صندوق الوصف، كتبوها في شي ورقه وقراوها. وهذا ما كان في هذا الفيديو، تنتمنى ان الوصفه تكون عجباتكم، الى عجباتكم ما تبخلوش عليا باللايكات البنات، اللايكات ديالكم كيشجعوني وتنعرفكم انكم مهتمين بالوصفات اللي تنزل لكم، وتنشكر البنات اللي تيبغيوني وتيكتبوا لي في التعليقات، شكرا لكم بزاف، حتى انا بدوري تنحماق عليكم كاملين، سواء كنتوا قدام على قناتي او جداد، مرحبا بكم كاملين عزاز. وهذا ما كان في هذا الفيديو، ما تنساوش البنات الاشتراك في القناة ديالي الثانية ربيعة الحسناوية، وتعاونوني بالمشاهدات واللايكات. وهذا ما كان في هذا الفيديو، تنشكركم بزاف بزاف على التتبع، إلى الفيديو المقبل إن شاء الله.